متى يكون دعاء الاستخارة؟ هل هو في السجود أو بعد التشهد أو بعد السلام؟ من الأدعية المشروعة للمسلم دعاء الاستخارة إذا هم بأمر وتردد هل يفعله أو لا يفعله، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، فإذا سلم من الركعتين يدعو الله بالدعاء الوارد المسمى بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي ورضني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الدعاء بعد صلاة الركعتين. نعم.